شوف يا سيدي، النهارده كان في مباراه وحيده في الدوري الممتاز جمعت ما بين الداخليه وغزل المحله، وفيها تمكن الداخليه من هزيمه غزل المحله بهدف دون مقابل، سجله عمرو مرعي في الدقيقه 48. هنتابع مع حضراتكم دلوقتي حالا الهدف ونقول لكم كمان جدول الدوري ماشي ازاي. الداخليه هقول لكم بقى عامل ازاي بعد هذا اللقاء. ده الهدف اللي سجله عمرو مرعي، كره بينيه تمكن من تجاوز فيها خط ظهر غزل المحله وتسجيل الهدف ده. حقيقه انه الداخليه هيمشي بشكل كويس، وهو كان الكابتن علي عبد العال كان واضح مع نفسه من بدايه الموسم، قال لك انا ما حدش يطالبني، انا مش اهلي ومش زمالك ومش اسماعيلي ومش حد من الفرق الكبيره، انا راجل بمشي على قدي. بس الحقيقه انه فرقه الداخليه كانت واخده دفعه مهمه جدا، واحنا قلنا ده في بدايه الموسم، انه الشطاره والذكاء انك تعرف تخطف بدري بدري، وهم الناس نجحوا ان هم يخطفوا بدري بدري. خطفوا عدد من النقاط، ولسه كانت الناس لسه بتحاول تفوق نفسها، كانوا هم فاقوا جدا ومشوا بشكل كويس. وبالتالي الداخليه النهارده واحنا بنشوفهم في لقاء زي النهارده ويتمكنوا من هزيمه غزل المحله، كانوا ممكن يبقوا في نفس المشكله او نفس الازمه بتاعت غزل المحله دلوقتي، من حيث النقاط او الابناط او الاداء او كل حاجه من الامور اللي حضراتكم بتتكلموا فيها. بس اللي انا بتكلم فيه بقى، هل الكابتن علي عبد العال هيبقى عنده القدره انه يكمل تاني للموسم اللي جاي؟ انا لو من مكان الكابتن علي عبد العال خلاص شكرا قوي كده على التجربة، ولابد من تحدي جديد. 8 سنين او 9 سنين مع فريق اعتقد انه محتاج ان هو ياخد نفسه، محتاج ان هو ياخد فريق بامكانيات اكتر، يعني بوضعية تختلف عن الوضعية اللي موجودة فيها، لانه انا بتخيل ان الراجل ده رغم الفرقة اللي احنا بنتكلم عنها وتقديرنا الشديد لمجموعة اللاعبين اللي موجودين، الا انه كان بالامكان افضل من مكان بكتير جدا جدا اذا كان الكابتن علي عبد العال كان عنده مجموعة افضل من كده. طيب بعد المباراة دي هستعرض مع حضراتكم جدول الدوري المصري حالا. احنا دلوقتي بنتكلم في الداخلية بعد اللقاء ده بقوا في المركز السابع بعد 23 مباراة لعبوها ب 36 نقطة. غزل المحلة الوضع زي ما حضراتكم عارفين، خلاص تقريبا هبط الى دوري الدرجة الثانية، ده مش جديد يعني. غزل المحلة دلوقتي في المركز ال 18 ومعاه من النقاط 8 نقاط، ده بالنسبة للترتيب بتاع جدول الدوري.